الرئيس السيسي في باريس للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي بدعوة من ماكرون، ويبحث على هامشها القضايا الإقليمية والدولية. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بالهيئات التابعة للدولة في الممارسات الاستثمارية والاقتصادية. مصر تطالب بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، وتؤكد رفضها لأعمال العقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرتنا الإخبارية المفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد التي ستعقد غدا على مدار يومين، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث المهم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام. حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يؤكد في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ وأهم الإنجازات التي تحققت، فضلا عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. وتضمر برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسؤولين الفرنسيين والدوليين للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتناقش قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد المقررة غدا في باريس عددا من القضايا، على رأسها سبل إيجاد أدوات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات، وتهدف إلى إرساء قواعد نظام عالمي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا. We'll be right back.
وللمزيد حول مشاركة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي غدا بباريس ينضم إلينا هاتفيا سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام. أستاذ أحمد، بعد التحية، كيف تقرأ أهمية مشاركة السيد الرئيس في ميثاق التمويل العالمي بباريس؟ بالطبع مشاركة الرئيس في هذه القمة لتمثل أهمية كبيرة، بتعكس العديد من الدلالات، أولها دور مصر فيما يتعلق بالدفاع عن قضايا الدول النامية، فيما يتعلق بالتوصل إلى عدالة النظام المالي الدولي وتقليل الفجوة ما بين الشمال والجنوب ومواجهة التحديات المختلفة ما بين وبعض الانبعاثات القارية سلبي على الدول العالم النامي والدول خاصة في افريقيا والشرق الاوسط والتي تضررت كثيرا خاصة في مجال الامن الغذائي، رغم ان الدول الغنية والصناعية المسؤولة الاكبر عن هذه الانبعاثات، وهنا تنمو اهمية الرؤية المصرية فيما تحقق به صحيح اكثر وصولا الى التمويل من اجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، مساعدة الدول النامية في مواجهة وتأثير التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيئي من خلال التوسع في الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر، وقدمت مصر في هذا الإطار تجربة رائدة حقيقة فيما يتعلق بالتوسع في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة النظيفة، ولدينا أكبر محطة للطاقة الشمسية في بلدان في أسوان، وكلها بتعكس هذه التجربة والرؤية المصرية التي سيعدها الرئيس السيسي بالطبع في هذه القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، هي بتعكس أيضا نجاح الإصلاح الاقتصادي والنموذج الاقتصادي المصري فيما يتعلق بالتصريحات الاقتصادية، إصلاح البرنامج الاقتصادي، أيضا التوسع في الاقتصاد الأخضر، بتعكس أن مصر الآن تمثل أهمية كبيرة، وبالتالي القمة ومشاركة الرئيس السيسي هي تصب في إطار الجهود المصرية وامتدادا ايضا لمؤتمر كوب 27 فيما يتعلق بدور مصر في تحمل الدول الغنيه الاعباء عن التغيرات المناخيه وعن الازمات العالميه، تاتي ايضا في سياق ايضا الرؤيه المصريه فيما يتعلق بمواجهه التحديات المختلفه غير المسبوقه التي شهدها العالم، سواء كانت جائحه كورونا او اثار التغيرات المناخيه او استمرار الازمات العالميه، ومنها بالطبع الازمه الروسيه الاوكرانيه والتي اثرت بظلالها السلبيه على كل دول العالم فيما يتعلق بتفاقم مشاكل الديون في العالم النامي، فيما يتعلق ايضا بتعطل سلاسل الامداد، كل هذا بتطلب اصلاح مالي. يعني ايضا يعني متحدث الرئاسه اكد انه الرئيس السيسي سيركز خلال القمه على تعزيز التعاون الدولي لتفعيل اليات التعاون وتوفير التمويل اللازم للتنميه المستدامه بشكل كبير. بالطبع هذا بيؤكد ان مصر دائما بتقود تيار ما يسمى تعزيز العمل الجماعي الدولي، المسؤوليه الدوليه والتضامن الدولي، لاننا في حاله من الاستقطاب اثرت سلبا على اليات العمل الدولي على النظام الاقتصادي الدولي، وهنا تنبع اهميه الرؤيه المصريه فيما يتعلق بنظام مالي اكثر عداله، اصلاح مؤسسات التمويل الدوليه خاصه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشاركه الاعباء وتحمل الدول الغنيه لمسؤوليتها تجاه مساعده الدول الناميه، هو ما يعكس حقيقه هذه الرؤيه المصريه التي عبرت مصر عنها اكثر من مره، وبتعكس ايضا مفهوم التضامن العالمي الجديد، اصلاح النظام الاقتصادي والنظام المالي العالمي بما يحقق اهداف المجتمع الدولي في تحقيق التنميه في مواجهه التغيرات المناخيه، في الحفاظ على التنوع البيئي، في مواجهه تاثيرات الازمات العالميه، في ارتفاع موجات التضخم التي ضربت كل دول العالم حقيقه، ايضا فيما يتعلق به ايضا ازمات الديون وغيرها من التحديات التي بدات تستوجب ان لابد من مقاربه واستراتيجيه عالميه جديده فيما يتعلق بمواجهه التحديات. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الأستاذ أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة استمرار الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة في تنفيذ أعمال الصيانة والأمن للمقر الحكومية التي تم إخلاؤها. وأضاف مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن تلك المباني سوف يتم تسليمها لصندوق مصر السيادي الذي سيتولى بدوره تنفيذ مخططات الاستغلال الأمثل لهذه المباني.
في الوقت نفسه أكد مدبولي أن مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير يتسق مع خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي يحقق زيادة الدخل القومي لا سيما بالعملات الأجنبية ويسهم في توفير فرص عمل متميزة للشباب. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على عدة قرارات من أبرزها الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. وجه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وثورة 30 من يونيو. يجب لي في هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيج يتوافدون من مشارق الأرض ومغاربها إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام أن أتوجه باسمي واسمكم جميعا بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري الكريم وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعوب العالم بالخير واليمن والبركات. ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة احتفال مصر في 30 من شهر يونيو الجاري بالثورة المجيدة التي سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حين تنتفض لا يقف أمامها أي عائق. وهي أيضاً الثورة التي غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية على كافة المستويات بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عودة إلى قرارات مجلس الوزراء اليوم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، يعني ما هي أهمية القرارات التي اتخذها المجلس اليوم في دعم الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة؟ يعني أعتقد القرارات فيها جزء حوافز وفيها جزء دعم واضح وحوافز للمشروعات الاستثمارية ومدد التأكيد والرخص الذهبية، وفي جزء مهم قوي بإلغاء الإعفاءات لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية. معناها ده جزء مهم قوي من عدالة الفرص بالنسبة للقطاع الخاص والجهات الحكومية، يعني في مساواة هنا في الإعفاءات، وحوافز مختلفة الحقيقة بما فيها حتى رفع قيم الأحكام القضائية الخاصة ب يعني المحاكم الابتدائية من 100,000 ل 200,000، المحاكم من 15 مليون بدلا من 10 مليون. الحقيقه دي كلها يعني جزء مهم قوي انه تحسين مناخ الاستثمار، لانه اصبح كل الاتجاهات والحوار الوطني
وقرارات الرئيس كلها بتصب في هذا الامر، انه الدوله المصريه والفرص الاستثماريه الموجوده مع البنيه الاساسيه اصبح مهم جدا انه يتم ترجمه توجيهات الرئيس وقراراته الى قوانين تسهل وتحفز الاستثمارات المحليه والاجنبيه فيما يتعلق بالاعفاءات، فيما يتعلق بالحوافز، فيما يتعلق بالاسراع بالاجراءات والفرص، النظام المحاكم الاقتصاديه، المساواه بين القطاع الخاص واجهزه الدوله ده مهم جدا زي ما احنا قلنا، لانه اذا الدوله بتساهم في ملكيه ممكن يبقى فيها اعفاءات فتقلل من فرص القطاع الخاص او يحس انه مظلوم. النهارده ده تم اسقاط هذه الفروق وسريان انه قوانين الضرائب الرسوم مفيش تمييز النهارده بين الاستثمارات العامه والاستثمارات الخاصه. والاعفاءات الضريبيه اللي كانت للي فيها حكوميه اتلغت. فده جزء مهم قوي، اولا جزء بيتعلق بما وقعت عليه مصر من الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالحاجات المختلفه، وكمان الاعفاءات على انشطه الخدمات، فاصبح النهارده في مساواه تامه بين الاستثمارات، فده جزء مهم قوي انه الاستثمار الخاص او الاستثمار الخارجي حاسس بمساواه وعداله في توزيع هذا الامر. نعم. الامر الاخر كمان موضوع اتفضل دول محاكم مهم. اتفضل. ايوه يا فندم اتفضل. موضوع المحاكم، رفع القيم اللي بتحكم فيها المحاكم او نقلها الى دوائر اعلى، ده جزء مهم برضه، لانه يعني المشروعات والمدد اللي هي بيتم فيها اشهار الشركات او المنشات لاقامه المشروعات الاستثماريه اصبح النهارده موجود بنفس الطريقه. موضوع الرخصه الذهبيه، وده موجود في الماده 20 من قانون الاستثمار، واحنا عارفين انه في المعرض الصناعي منذ شهور الرئيس قرر انه يتم منح كل اللي يتقدموا الرخص الذهبيه. والرخص الذهبيه تعني ايه؟ دمج كثير، يعني دمج الاجراءات وتسهيلها بشكل كبير، وانه ملكيه الارض، حق الانتفاع، كل هذه الامور بتسري عليها القواعد الرخصه الذهبيه فيما يتعلق بتسريع اجراءات الاستثمار وغيره، وانه كمان توسع في مشروعات اللي هي المناطق الاستثماريه الحره. المناطق الاستثماريه الحره دي بيبقى لها شروط خاصه فيما يتعلق بالذات في المشروعات المنتجات المحليه، ده بيبقى في نوع من التسهيلات فيما يتعلق بالدعم والتمويل وغيره في مجالات البترول والاسمده والحديد والصلب والغاز الطبيعي، اللي هي الانشطه اللي الدوله بتدعم التوجه فيها بشكل كبير، ومعالجه تشريعيه لمساله خروج المخلفات الخطره من المناطق الحره الى داخل البلاد بقصد التخلص منها واعاده تدويرها، ده برضه جزء مهم مرتبط بالبيئه واحكام قوانين البيئه اللي بتفرض نوع معين من الاجراءات الاحترازيه. فاعتقد انه يعني في هذا الامر القرارات ترجمه لاتجاه الدوله حفز الاستثمار والمساواه بين الاستثمار العمومي، وتحفز ايضا على مزيد من الاستثمارات. الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. اعلنت وزاره الصحه خطه التامين الطبي لاحتفالات عيد الاضحى المبارك، واوضحت الوزاره انه سيتم الدفع ب 2239 سياره اسعاف بالميادين والحدائق والطرق السريعه، بالاضافه لعشر لانشات اسعاف نهري. أضافت الوزارة أنه سيتم تكثيف وجود الفرق الطبية بأقسام الطوارئ وفرق الانتشار السريع لدعم المستشفيات على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى توافر مخزون من فصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم على مستوى المحافظات. تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم، ووصل عدد الحجاج المترددين على العيادات إلى 7129 حاجا، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حاليا بالمستشفيات السعودية حوالي 12 حالة وتتلقى العلاج اللازم. جموع غفيرة لضيوف الرحمن شهدتها كافة الميادين المؤدية للحرم المكي لبدء الرحلة المقدسة، والتي واكبتها حالة استنفار قصوى في الفنادق التي يقيم بها الحجاج المصريين من كافة البعثات النوعية وعلى كافة الأصعدة لتهيئة الأجواء الروحانية لتلك الرحلة المقدسة.
عيادات البعثة الطبية المصرية رفعت حالة الاستعداد القصوى لتقديم خدماتها العلاجية للحجيج. تجهيز أكثر من 18 عيادة في مكة المكرمة وحوالي 5 عيادات في المدينة المنورة بيتوفر بها أكفأ الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، والعيادات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية من الكيو آر كود واللي هو المسح الضوئي اللي هو بيقدر يقرأ كافة بيانات الحاج من على الكارت بتاعه، وتوفير كافة الأدوية لكافة الحجيج. احنا وصلنا لحوالي 7000 حاج. الحمد لله تم تقديم الخدمة الطبية على أعلى درجة وصرف الأدوية ليهم. تم تحويل 24 حالة للمستشفيات، خرج الحمد لله حوالي 14 حالة، ومتبقي دلوقتي 10 حالات بيتم متابعتهم. احنا بنعمل ليل نهار على تقديم أقصى درجات رعاية صحية لأهالينا حجاج بيت الله. معظم الحالات المرضية التي استقبلتها عيادات البعثة الطبية تعاني من إجهاد ونزلات برد نظرا لتغير الأجواء المناخية. مترددين الحياة في تزايد الفترة الأخيرة يمكن عشان زيادة أعداد الحجاج. الحمد لله ما عندناش إصابات خطيرة، بس الحمد لله العيادة مفتوحة على مدار الساعة وبتقدم الخدمة لأغلب اللي موجودين في الفندق، سواء كان خدمة علاجية أو خدمة توعوية من باب النصايح، لأن سيادتك عارف قبل موسم الحج مهم جدا إن في نصايح تتقال للحاج علشان صحته خلال فترة الحج، وعلشان إزاي يحافظ على نفسه وإزاي يبقى له نظام غذائي كويس وإزاي يبقى صحته أفضل عشان يكمل مناسك الحج. ضيوف الرحمن عبروا عن سعادتهم البالغة بأداء الفريضة وما تقدم البعثة الطبية المصرية من خدمات صحية متكاملة. مية مية، حاجة ما كناش نحلمها ولا نتخيلها، والله حاجة ما نحلمش بها خالص خالص. حاسة أنني في جنة وربنا بيعوضني صبري كله هنا. المفاصل عندي كانت التهابت، جيت أسول الضغط وحسيت أن فيها فعلا اهتمام 100%. أنا معايا علاجي توقف وخدت علاج جديد من الدكتور مدير العيادة، وجزاهم الله عنا كل خير. اللي عنده أي حاجة بيخش مباشرة على العيادة الطبية للبعثة المصرية. الناس بتقوم بالواجب، ويقولوا لو في علاج ناقص أو حاجة بيصرفوا العلاج. مراتي تعبت، قالوا عندها الضغط، بقوا يجروا هم الكل. أنا عندي شوية تعب، بقوا هم الكل حوالي، مش هتقصر فيي. حالة استنفار قصوى تعيشها البعثة الطبية المصرية على مدار الساعة لتقديم خدمات علاجية تصل لمستوى الرقي لضيوف الرحمن. محمد حلمي، التلفزيون المصري. ويبقى معنا مفادنا محمد حلمي من الأراضي المقدسة للاطمئنان على أحوال البعثة الطبية المصرية للحج. محمد، بعد التحية، يعني ضعنا في الصورة لديك أحوال الحجاج المصريين، ونريد أن نطمئن أكثر أيضا على الحالة الصحية وبدء يعني المناسك والتفويج. بالفعل تحياتي لك محمد والساده مشاهدي التلفزيون المصري، واحدثك من مقر البعثه الطبيه المصريه بالمكه المكرمه. اكد لك ان الحرم المكي بيشهد زخما واقبالا غير عادي من ضيوف الرحمن منذ ليله امس، وبذلك بيتم تدشين العديد من العيادات الطبيه الجديده لاستقبال هذه الاعداد. وصل عدد العيادات الطبيه في مكه المكرمه الى 18 عياده طبيه، اضافه الى خمسه عيادات بالمدينه المنوره. وصل عدد المترددين على هذه العيادات إلى 7129 حاج يتلقوا الخدمات العلاجية والدوائية بل والوقائية من خلال فرق الطب الوقائي التي أقامت 663 ندوة توعوية وتثقيفية بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس وكيفية التغذية السليمة. حضر هذه الندوات ما يقرب من 21328 حاج في مقر إقامتهم. بالنسبة للحالات التي تم دخولها المستشفيات، هناك فريق طبي تابع للبعثة الطبية المصرية بيجوب المستشفيات سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة. عدد الحالات منذ بدء وصول الحجاج المصريين إلى الآن تم دخول 66 حالة، تم خروجهم باقي 12 حالة. هناك حالات تعاني من أورام في المخ، وكذلك تم عمل قسطرة ودعامة قلبية، وهناك حالات عظام قدم سكري، لكن بتلقى الخدمة العلاجية المجودة من قبل السلطات السعودية بالتنظيم
التنسيق مع البعثة الطبية المصرية التي تقوم بزيارة هؤلاء المرضى على مدار الساعة. هناك 64 حالة تنفسية تم اكتشاف منهم 5 حالات كورونا، ولكن حالتهم مستقرة ولا توجد أي أمراض معدية. حالات كورونا أصبحت الآن مثلها مثل الإنفلونزا الموسمية. أؤكد لك أنه هناك انطباعات إيجابية من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من هذه الخدمات على مدار الساعة بالعيادات البعثة الطبية المصرية سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة. نتمنى كل الصحة والسلامة للحجاج المصريين ولكل ضيوف الرحمن. أشكرك شكرا جزيلا مفادنا من الأراضي المقدسة محمد حلمي تحديدا من مكة المكرمة، شكرا جزيلا. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدا رابع جلسات المحور المجتمعي بمركز القاهرة للمؤتمرات. وتناقش جلسات الغد قضايا مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي، كذلك أسباب العنف الأسري وسبل مواجهته، فضلا عن المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. أكد شادي سمير الخبير في مجال الصناعة والتكنولوجيا أحد المتحدثين بجلسة الصناعة والاستثمار بالحوار الوطني أهمية وضوح الاستراتيجية في القطاع الصناعي. وأضاف أن اتخاذ القرارات بشأن استراتيجية الصناعة يختلف ما بين الأسواق الداخلية والخارجية. لما نيجي نشوف بعض الدول الصناعية اللي نجحت نجاح رهيب هنشوف أن سياساتهم الصناعية كانت واضحة جدا من الأول. الاستراتيجية الصناعية موجودة، إحنا بنعمل صناعة للتصدير ولا بنعمل صناعة لإنتاجنا المحلي واللي احنا محتاجينه ولتقليل الواردات أو الحفاظ على عملتنا جوانا جوا البلد. الصناعة في الآخر أستاذ محمد هم والدين صناعة والنواحي الفنية بتاعتهم صناعة، لكن القرار اتخاذ القرار وسبل اتخاذ القرار احنا هنصنع ايه وهنشتغل بايه ده بيختلف من الأسواق الخارجية للأسواق الداخلية. على سبيل المثال لو هنتكلم ان احنا هنشتغل ايه بره، ف وزارة الخارجية بتاعتنا والمكاتب التمثيل التجاري بتاعتنا بتقدر تدينا حجم الطلب على منتج نهائي معين في العالم أو في كل بلد، والريبورتس بتطلع أو التقارير بتطلع الحجم قد إيه وحجم العجز قد إيه بين الطلب والعرض، فبنلاقي إن ده يخلق لنا مجال إن إحنا نصنعه في مصر عشان ما نصنعش برودكت ونبتدي نشوف هنسوقه إزاي. وديفنتلي في أو بالطبيعة يعني في كمان منتج نهائي كتير جدا موجود في مصر محتاجينه، وده هنشوفه من خلال قوائم الاستيرادية بتاعتنا بنستورده قد ايه كما وقيمة ويتقسم. والمقارنة الاثنين مع بعض المقارنتين مع بعض هيقولوا لنا ايه البرودكتس اللي احنا نخش فيها. أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد سالم أهمية تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال هيئة موحدة تجمع مختلف الجهات المعنية. وأضاف سالم أن إيجاد هيئة موحدة سيسهم في توحيد قاعدة البيانات وامتلاك آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى. عندنا تصور لملف تعزيز الإيرادات الضريبية عن طريق عمل إصلاح ضريبي باستحداث هيئة جديدة بتجمع ما بين مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، الضرائب العقارية، كافة الجهات اللي المنوط بها تحصيل الضرائب بحيث ان هم يتوحدوا داخل مظلة كيان واحد. الكيان ده هيتم توزيع العبء الإداري فيه على عدد موظفين اكتر، بالتالي الوضع بتاع مسؤولي جمع الضرائب هيكون افضل واقل فيه الضغط. حاجة كمان انه هيبقى عندي قاعدة بيانات موحدة، وبالتالي اللي هيدفع هنا هيبان هنا، اللي هيدفع هنا هيبان هنا، وبالتالي هيحصل توحيد للجهود اللي بتتم، وهيبقى انا كممول مش مضطر ان انا اتعامل مع 3 أو 4 جهات، لا في جهة واحدة هبتعامل معها دايركت، وبالتالي بدفع الضريبة هنا مرة واحدة كرقم واحد، ويبقى عندي كمان آليات ان انا اقدر
لو شايف ان في رقم مش مناسب او تقدير مش مناسب يبقى في آلية واضحة للتعامل مع هذا النوع من الشكاوى، الى جانب امور اخرى هنتكلم فيها وهنطرحها خاصة بترشيد النفقات. قال الأمين المساعد للجنة العلاقات الدولية لحزب الجيل الديمقراطي إبراهيم البكر إن جلسة الحوار الوطني شهدت مناقشة عدة مشكلات تواجه قطاع الصناعة ومقترحات الحل. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أوضح أن مقترحات الحل شملت الإفراج الجمركي والاستيرادة والتصدير. اتكلمنا على طرح مشكلات كبيرة جدا بتواجه الصناعة المصرية والاستثمار المصري، وقدمنا كمان مقترحات لحل هذه المشكلات، ونأمل إن شاء الله بإذن الله كما وعدنا سيادة رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب باعتماد والتصديق على كافة الحلول والمقترحات اللي طالعة من الحوار الوطني. عايز أقول لك اتكلمنا على مقترحات كتيرة جدا، من ضمن هذه المقترحات حاجات خاصة بالإعفاء الجمركي، حاجات خاصة بالسياسات نفسها بتاعة الاستيراد والتصدير، الدعم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مش بس كده كمان على وضع معايير يمكن قياسها عن مدى فعالية التمثيل التجاري في السفارات، ايه هي الانجازات وايه هي الصناعات والاستثمارات اللي نقدر من خلالها ندخلها السوق المصري، وايه كمان الاسواق المختلفه الاجنبيه اللي احنا نقدر نغزوها، زي مثلا الدول الافريقيه بنقول عليها تعتبر جرين فيلد او ارض خصبه نقدر من خلالها نعمل استثمارات كبيره جدا مصريه تساعد الاستثمار والاقتصاد المصري. أعلن الجيش السوداني تحقيق انتصارات كبيرة على قوات الدعم السريع في منطقة أم درمان بعد تجدد الاشتباكات عقب انتهاء هدنة استمرت 3 أيام. وأضاف الجيش السوداني أنه تم القبض على عدد من قوات الدعم السريع، كما تسلم 10 مركبات قتالية بكامل العتاد، فيما تواصل قواته تمشيط المنطقة وضواحيها لمطاردة الفارين من قوات الدعم السريع، بينما رصدت اشتباكات على الأرض في جنوب العاصمة الخرطوم. أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية إضافية للسودان والدول المجاورة التي تعاني من آثار الأزمة الإنسانية المستمرة بقيمة 172 مليون دولار. وذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية أنه من خلال هذا التمويل قدمت الولايات المتحدة أكثر من 550 مليون دولار من المساعدات الإنسانية في هذه السنة المالية للسودان، بما في ذلك تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين داخليا والمتضررين من النزاع في المنطقة. إلى ذلك، أعربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بدعم الدول الأعضاء والشركاء لجهود الاستجابة الإنسانية للأوضاع في السودان. وحثت الصحة العالمية الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها لكي تتمكن المنظمة من تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة لملايين السودانيين، مضيفة أن شهرين من العنف المحتدم قد أثر تأثيرا شديدا على تقديم الرعاية الصحية، وما خلف 11 مليون شخص في شتى أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدة الصحية. يتوصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين. وللمزيد ينضم إلينا من أبو سمبل مراسل التلفزيون المصري إلى هناك محمود جميل. محمود، صف لنا الأوضاع لديك الآن وحال من يتوافدون من المصريين أو الجنسيات الأخرى القادمين من السودان. أجدد بكم يعني الترحيب مرة أخرى سحر ومحمد، والتغطية المستمرة لتوافد السودانيين والرعاية الأجانب عبر معبري قسطل وأرقين. سأبدأ معكم بالأسر التي وصلت اليوم إلى معبر قسطل. عدد من الأسر السودانية التي وصلت بالفعل بعد انتهاء كل الإجراءات الخاصة بها في القنصلية في وادي حلفة، ثم التوجه إلى معبر قسطل للتمتع بكل الخدمات
الجامعات الموجودة ووجودهم على أرض مصر الشقيقة. في هذا السياق أيضا هناك مجهود يتم من إدارة الميناء المسؤولة عن معبر قسطل. كل المقيمين في معبر قسطل يتواجدون على مدار الساعة منذ فتح أبواب المعبر للوافدين السودانيين، يتفقدون بالطبع الإجراءات التي تقدم لهم والتسهيلات التي تقدم لهم، والوقوف على إذا كان هناك أي مشكلة أو عائق يتم تذليل العقبات أمام الوافدين السودانيين إذا كانت هناك أي مشكلات في الإجراءات. فبالتالي كل المسؤولين موجودين لخدمة الأشقاء السودانيين وتسهيل كل الإجراءات وحتى خروجهم من معبر قسطل بسلام وأمان وصولا إلى مرسى حجر الشمس، ثم استقلال العبارات التابعة لمحافظة أسوان أو إلى القوات المسلحة المصرية. كل هذه الأسر التي تأتي والمواطنين السودانيين الذين يأتون إلى مدينة أبو سمبل، يعني كل كلمات الشكر والترحيب على ألسنتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا للسلطات المصرية وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال وتقديم كل الخدمات المتاحة، لأن هذه الخدمات تستقبلهم حتى من قبل دخولهم إلى بوابة معبر قسطل. نتحدث على سبيل المثال المنطقة المحايدة، إذا كانت هناك أي حالات تستدعي إلى المتابعة الطبية بيتم التنسيق ما بين السلطات والجهات هناك وما بين النقطة الطبية الثابتة سواء للهلال الأحمر أو حتى لهيئة الإسعاف المصرية، بدخول بعض الأطباء إلى هذه المنطقة المحايدة لمعالجة المرضى أو توفير عدد من الأدوية المختلفة، سواء نتحدث عن الأمراض المزمنة أو حتى نتحدث عن قياس الضغط. ومع وجود بالطبع السيارات الإسعاف المجهزة، إذا كانت هناك أي حالة تستدعي الذهاب مباشرة إلى المستشفيات تتوجه مباشرة عن طريق مرسى حجر الشمس والعبارات التابعة لمحافظة أسوان والقوات المسلحة لتتجه إلى مستشفى سمبل في مدينة أبو سمبل. وإذا كانت الحالة تحتاج إلى تدخل أكبر وبعض العمليات الجراحية الكبرى يتم التوجه إلى مستشفى أسوان التي قدمت الخدمات الطبية إلى أكثر من 300 حالة سودانية، بالإضافة إلى أكثر من 150 عملية جراحية ما بين كبيرة ومتوسطة، وأيضا ما يقرب من 150 حالة غسيل كلوي، بالإضافة إلى الخدمات والعيادات المتنقلة والثابتة في كل المناطق التي يتواجد بها السودانيين، والعبارات تعمل على مدار اليوم أيضا لاستقبال الوافدين مع وجود عدد كبير من الحافلات التي تنقل السودانيين إلى محافظة أسوان وإلى موقف كركر الدولي أو إلى محطة سكك حديد مصر. فبالتالي كل الأجهزة هنا، يعني سواء نتحدث عن وزارة الشباب والرياضة، عن محافظة أسوان، عن الهلال الأحمر المصري، عن حتى الأحزاب السياسية، كل الجهات هنا في محافظة أسوان تعمل على مدار الساعة لتقديم كل الخدمات والمساعدة والعون للأشقاء السودانيين لتوفر لهم يعني حياة كريمة موجودة في محافظة أسوان، وتوفر لهم السكن، وتوفر لهم وسائل المواصلات في الراحة الممكنة. نعم، حسيسي بدعم الأشقاء السودانيين. نعم، مراسل التلفزيون المصري محمود جميل كنت معنا من أبو سمبل، شكرا جزيلا لك. طالبت مصر بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وتدمير وتخريب عدد من الممتلكات. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها رفض مصر الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، منوهة إلى أنها سبق وأن حذرت من مخاطر وتداعيات التصعيد المستمر من جانب إسرائيل، وآخره اقتحام مدينة جنين منذ يومين وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات في حلقات عنف متتالية. كما شددت مصر على ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فوري حقنا للدماء ومنعا للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة، وكي تتمكن مساعي وجهود التهدئة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية من تحقيق أهدافها. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تتابع ممارسات سلطات الاحتلال والمستوطنين والمنظمات المسلحة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تواصل رفع التقارير الدورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بهذا الشأن، منتقدة صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الممارسات. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تبذل جهودا على المستويات الأممية والدولية لاعتماد منظمات المستوطنين التي ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني كمنظمات إرهابية على قوائم دول العالم،
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى اعتداءات المستوطنين التي وقعت مساء أمس بحق الفلسطينيين في العديد من البلدات والقرى. أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 12 آخرين خلال اقتحام عدد من المستوطنين إحدى بلدات شمال شرق رام الله. وأوضحت السلطات الفلسطينية أن نحو 400 مستوطن هاجموا بلدة ترمسعة، مما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي، بينها إصابات خطيرة، كما أحرقوا عددا من المنازل والمركبات، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة 11 من العقوبات ضد روسيا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيجري قريبا نشر الجيل الجديد من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات والقادرة على حمل 10 رؤوس نووية أو أكثر، بحيث تكون جاهزة للقيام بمهام قتالية. وفي كلمة للخريجين الجدد من الأكاديمية العسكرية، شدد بوتين على أهمية القوات النووية الروسية التي يمكن إطلاقها من البر أو البحر أو الجو، مشيرا إلى أن المهمة الأبرز في التطوير النووي، مؤكدا على أنه ضمان مهم للأمن العسكري الروسي والاستقرار العالمي. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن عملية إعادة إعمار بلاده ستكون رسالة لانتصار ضد روسيا. وخلال كلمته في مؤتمر لندن لإعادة إعمار أوكرانيا، أكد زيلنسكي أن أوكرانيا تحمي أوروبا والعالم مما وصفه بهدم قيم الديمقراطية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية كانت سببا في وحدة أوروبا والنيتو. وقال زيلنسكي إن كييف تنتظر من النيتو موقفا شجاعا بالموافقة على انضمامها إلى الحلف الشهر المقبل، مشددا على حاجة بلاده الملحة للحصول على منظومات دفاع وطائرات قتالية وذخيرة لضمان الانتصار ضد روسيا. تداعيات غير مسبوقة للحرب الأوكرانية ليس على القارة البيضاء التي تشهد للمرة الأولى في الألفية الجديدة حربا ونزوحا لآلاف المواطنين فحسب، بل على العالم شرقا وغربا. فقد تورط العالم كله في تلك الحرب اقتصاديا، سواء بتحمل التبعات أو بالتورط في المساعدات، مثل الدول الأوروبية التي تعتبر أوكرانيا في حرب لها بالوكالة في مواجهة الهيمنة الروسية. وعلى رأس تلك الدول تأتي بريطانيا، التي أعلن رئيس وزرائها ريشي سوناك بجملة كاشفة أن بلاده ستقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر، وأنهم يعتزمون دعم الاقتصاد الأوكراني بنحو 3 مليارات دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وفي إطار الدعم البريطاني، تحتضن لندن مؤتمرا لدعم أوكرانيا يحضره أقطاب الصناعة والاستثمار في العالم. وأشار داونينج ستريت إلى أن أكثر من 400 شركة من 38 دولة يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية أكثر من 1.6 تريليون دولار تعهدت بدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها. هذا ووقعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات اتفاقا لتشجيع التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات في أوكرانيا. وتعتزم بريطانيا المساهمة بمبلغ أولي بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لدعم مشاريع إعادة الإعمار في ظل النزاع المستمر، إضافة إلى تمويل يصل إلى 250 مليون جنيه لمشاريع إنمائية. كما يخصص نحو نصف هذا التمويل للدعم الإنساني عبر منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر لمساعدة المجتمعات المحلية على خط المواجهة، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي المساعدات التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا منذ بداية الحرب 347 مليون جنيه استرليني.
وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة 11 من العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا. وقالت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن الإجراءات الجديدة تمت الموافقة عليها في اجتماع سفراء التكتل في بروكسل، وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تضييق الخناق على روسيا لمنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة سابقا. كشف تقرير مشترك للوكالة الدولية للطاقة ومؤسسة التمويل الدمولية عن تسجيل الصين الحجم الأكبر من الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة بين الدول الناشئة والنامية. وأوضح التقرير الدولي أن قيمة ما يستثمر كل عام في الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية بلغ حوالي 770 مليار دولار، لكن الحجم الأكبر منها يتركز في الصين والهند والبرازيل، وهي من القوى الاقتصادية النامية الكبرى. تتصدر الصين القائمة باستحواذها على ثلثي هذا المجموع، حيث تبلغ استثماراتها حوالي 511 مليار دولار، متقدمة بفارق كبير على إفريقيا التي استثمرت 32 مليار دولار فقط. قفز معدل التضخم السنوي الأساسي في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في نحو 30 عاما خلال مايو الماضي، مواصلا الضغوط على بنك إنجلترا الذي يجتمع الخميس وسط توقعات واسعة بمواصلة رفع الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار. وأظهرت البيانات البريطانية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة ارتفع إلى نسبة 7.1% في مايو، وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم الأساسي 8.1% في مايو، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 1.3% في إبريل. أظهرت بيانات من جمعية مصنعي السيارات الأوروبية أن عمليات تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا زادت شهر مايو الماضي. وأوضحت الجمعية أن عدد المركبات الجديدة المسجلة في ذلك الشهر في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية زاد بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 1.1 مليون وحدة. وزادت عدد المركبات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18.5 على أساس سنوي. حافظ معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر مايو على استقراره عند 3.69%، وهو نفس معدل زيادة الأسعار على أساس سنوي لشهر إبريل وفقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية. وعلى أساس سنوي سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال مايو ارتفاعا بنسبة 6.85%، ومجموعة الملابس زيادة ب 6.80% وفقا للبيانات الحكومية. أما على أساس شهري فقد ارتفع معدل التضخم في مايو بنسبة 15% مقابل 16% في إبريل. توجهت قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان إلى قرية أبو الحديد التابعة لمركز منشأة القناطر من أجل تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهل القرية. ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقدم القافلة الرعاية والتوعية لمرتادي هذه العيادة فضلا عن تحويل عدد منها إلى مستشفيات جامعية في جامعة القاهرة لطب الأسنان باعتبارها أحد الشركاء لحياة كريمة، وتقدم كافة الخدمات للمواطنين مجانا ودون قوائم انتظار. القافلة دي هي قافلة طالعة بعربية متنقلة فيها عيادة أسنان متنقلة عندنا موجودة في الكلية،
ده جزء من دورنا المجتمعي اللي هو ان احنا بننفتح على المجتمع ونشوف بنقدم خدمات علاجيه للناس في اماكنهم. ده بالتعاون مع حياه كريمه عاملين بروتوكول تعاون معاهم الحقيقه، ودورهم الحقيقه فادنا كتير جدا في ان احنا نختار الاماكن اللي فعلا محتاجه، لان احنا كان زمان القوافل دي مش موجهه، يعني كانت بتروح نفس المكان بيكرر، فما كانش في استفاده عظمى. قوافل الطبيه احنا بنستهدف القرى الاكثر احتياجا او اللي بتبعد عن تمركز الخدمات الطبيه في المراكز. النهارده القافله بتاتي من ضمن القوافل المتخصصه، كنا قبل كده بنطلق القوافل الشامله في كافه التخصصات، انما احنا اتجهنا لاتجاه تاني بالتوازي مع القوافل الطبيه الشامله بنعمل قوافل متخصصه. فالنهارده احنا عندنا قافله طبيه لطب الاسنان متخصصه في كافه فحوصات طب الاسنان. موجود قافله النهارده طب الاسنان، الكشف بالمجان والعلاج بالمجان، الناس اللي محتاجه جراحه هيتم تحويلها، والناس برضو الاطفال والكلام ده هياخدوا هدايا زي معجون اسنان وفرشه اسنان وكل حاجه بالمجان الحمد لله. الزميل باسم ابو العنين مراسل التلفزيون المصري يطلعنا على المزيد من التفاصيل بشان القافله الطبيه التابعه لمؤسسه حياه كريمه بمنشاه القناطر بمحافظه الجيزه. منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في ربوع مصر للقضاء على الفقر بشتى أنواعه والوصول للقرى الأكثر تطرفا والأماكن العشوائية في الحضر، هناك ملحمة يومية تقودها مؤسسة حياة كريمة في شتى أرجاء الجمهورية، واليوم نحن في منشأة القناطر وتحديدا في قرية أبو الحديد مع قافلة طبية متخصصة. هذه القافلة الطبية المتخصصة في طب الأسنان جاءت إلى هذه القرية والتي تصنف من القرى الأكثر احتياجا والتي تقع ضمن دائرة اهتمام المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جاءت القافلة هنا لتقدم لأهالي القرية خدماتها الطبية النوعية والتي تقدم على أو من خلال أحدث الوسائل الطبية، وأيضا عرفنا اليوم هنا أن ما يستدعي من الحالات الطبية في طب الأسنان إلى تدخل جراحي أو تدخل متقدم أكثر من حدود هذه السيارة المتنقلة، فإنه يتم إحالته إلى المستشفيات في محيط الشيخ زايد وفي طب أسنان القاهرة بالقصر العيني، كما عرفنا بذلك السيد الدكتور هشام عميد كلية طب أسنان القصر العيني. حياة كريمة في كل مكان وفي كل ربوع مصر لتقدم لأهل مصر كافة الخدمات المتنوعة، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الطبي من خلال عيادات متنقلة في كافة التخصصات لتقدم لأهل مصر يد العون في كل ما يحتاجونه. من قرية أبو الحديد منشأة القناطر، كان معكم باسم أبو العنين التلفزيون المصري. والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة. ومصطفى ميزار. شكرا سحر ناجي، شكرا محمد عبدو. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن توسعة المنطقة الجنوبية للقناة تهدف إلى زيادة استيعاب السفن التي تعبر من المجرى الملاحي، وأضاف ربيع أن الهيئة تسعى لإتمام ازدواج قناة السويس بصورة كاملة، لأنه سيساهم ذلك في زيادة معدل العبور اليومي للسفن ويقلل من الحوادث داخل المجرى الملاحي. درسنا الموضوع كويس قوي، الموضوع كان موجود، ما كانش يعني احنا بنقولش ان احنا اخترعناه، الموضوع كان موجود في الأدراج، طلعناه ودرسناه كويس جدا وعرضنا على سيادة الرئيس، وسيادة الرئيس ناقشوا معانا كتير جدا واتدرس كويس قوي برضه في الرئاسة، وتصدق عليه كمشروع قومي لقناة السويس. انا عايز اقول ان المشروع ده هيبقى هو حجر الزاوية لاستكمال الدبلنج لقناة السويس، او ان تبقى كلها بالكامل قناة ازدواجية كاملة. يعني احنا بنحط اساس مش بس مجرد مشروع، لا ده هيفضل مستمر معانا. يعني احنا لو بنزود ال 40 متر في جهة الشرق في المشروع دون يعني في 30 كيلو، وبنزود العماق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من 24 متر ل 72 متر،
وبنعمل في البحيرات المرة الصغرى 10 كيلو ازدواج عشان يبقى عندنا قناتين 250 متر تانيين، يعني الجزء ده 250 متر بنعمل كمان 250 يبقى 500 متر، يبقى عندنا قناتين في الجزء ده رايح جاي يضافوا الى قناه السويس الجديده اللي هي 72 يبقى 82 متر، يعني بنتكلم على حوالي 17% كمان زياده في قناه السويس الجديده. فقصدي ده مشروع مستدام هيصلح للاستدامه في قناه السويس، ناهيك عن العائد من هذا المشروع. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن نسبة الحوادث التي تقع في المجرى الملاحي للقناة ضئيلة للغاية ولا تمثل أي خطورة على الإطلاق. أضاف ربيع أن معدل الحوادث بلغ 9% من عدد مرور المراكب المجرى الملاحي، مشيرا إلى أن ذلك يعد وضعا طبيعيا. نتكلم عن نسبة 9% حوادث من عدد المراكب اللي بيمر، طبعا نسبة ضئيلة جدا، يعني تكاد تكون صفر. 9% من عدد المراكب مر في قناة السويس كإحصاء عملناه، يعني عشان لما الناس بدأت تتكلم إن في حوادث كتير بتحصل في قناة السويس، لا ده مش كتير ولا حاجة، لا ده وضع طبيعي. لكن هو المهم إيه؟ هي المهم الحادثة اللي حصلت ولا المهم إن أنت بتتعامل إزاي مع الحادثة؟ يعني هو ده بقى المهم، إن أنت برضو أول حاجة عندك اللي إحنا الرؤية اللي قلناها والاستراتيجية بتاعت الهيئة اللي إحنا قلناها، المحافظة على الأمان والاستدامة في قناة السويس، إن أنت تعبر في التوقيت اللي إحنا قايلين عليه. قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال إن إيرادات القناة بلغت خلال عام 22-23 $9.4 مليار بزيادة وصلت إلى 35% عن السنة الماضية. كما أكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس ليست للإيجار، وأن ما يثار من شائعات عن تأجيرها لمدة 62 عاما يعد غير حقيقي بالمرة. وارد موضوع ان احنا نخصخص حاجه في قناه السويس او ان تتاجر ل 69 سنه او 99 سنه، او عايزين نقول ان اصول الهيئه دي ملك المصريين، وطبقا للدستور اي مشروع لقناه السويس لازم بيرجع للشعب عن طريق مجلس النواب، لكن غير وارد الموضوع ده تماما. يمكن احنا اتكلمنا عليه لما كان كلام على الصندوق السيادي قبل كده، وقلنا ان ده ملوش دعوه خالص بقناه السويس في بيع اصول او رهن اصول، فده الموضوع طبعا بعيد عن الموضوع. الموضوع الثاني بالنسبه للبورصه، فعلا احنا طرحين شركه الرباط 20% منها كتجربه في طرح الحكومي. احنا دايما بنتمشى على فكره، قناه السويس دايما بتمشي مع الحكومه ومع سياسه الحكومه ومع الدوله، يعني دايما مشجعه لها. فاحنا الشركه دي شركه واعدة وناجحة ومحققة نجاحات كبيرة، فاحنا طرحين 20% في الاطروحات، 20% منها، ودخلناها في شركة قابضة دلوقتي عشان ينفع الموضوع ده كمبدأ ان احنا ممكن نكمل الموضوع ده، لانه برضه هيبقى فيه عائد كويس ما دام الشركة ناجحة، يبقى فيها اقبال على الاسهم بتاعتها، وبالتالي هيبقى فيه عائد يعود على قناة السويس وعلى الدولة. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين ووفد من المطورين الصناعيين لسخنة وشرق بورسعيد، التقى مع مسؤولي شركات هندية تعمل في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة الدراجات الكهربائية، وذلك لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية من قطاعات متنوعة داخل المناطق الصناعية التابعة للمنطقة. في ذات السياق أوضح مسؤول الشركات الهندية أن مصر من الدول ذات الوجهة المميزة للاستثمار بها، ويرغبون في تكامل أعمالها وإقامة مشروعات للطاقة والوقود الأخضر اتساقا مع تحول العالم للاقتصاد الأخضر. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا. إليكم. شكرا لك مصطفى. وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة السادسة، بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي في باريس للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي بدعوة من ماكرون، ويبحث على هامشها القضايا الإقليمية والدولية. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة للهيئات التابعة للدولة في الممارسات الاستثمارية والاقتصادية. مصر تطالب بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، وتؤكد رفضها لأعمال العقاب الجماعية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين.
وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.